أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه الفقرة من هذه التغطية المتواصلة والمباشرة من قناة المغاربية للذكرى 64 لاندلاع واحدة من أعظم الثورات في التاريخ الحديث. تابعتم مع زملائي ناصر وأيضا جمال الدين بن شنوف بعض المحاور حول هذه الفقرة الأولى واليوم الأول من هذه التغطية. نتحدث عن أول نوفمبر، الثمرة، النتيجة، نتيجة النضالات، الثورات، نضالات الثورات الشعبية وأيضا حركات السياسية أو ما يسمى في الجزائر بالحركة الوطنية، كيف أثرت العوامل الداخلية الذاتية والموضوعية في الداخل وأيضا في الخارج بعد الحرب العالمية الأولى وأيضا بعد الحرب العالمية الثانية، أيضا تطورات الوضع داخل فرنسا الدولة الاستعمارية، كيف تطورت الأحداث حتى جاءت هذه اللحظة الفارقة، هذه اللحظة التي قرر فيها مجموعة من شباب الجزائر برجال الجزائر بأن يحدثوا التغيير ولا يتحدثون عنه. نتابع هذا التقرير ونبدأ النقاش. في ذلك اليوم بندائها التاريخي إلى الشعب الجزائري، أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين سيستصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. فعلا هو يوم تاريخي آخر. في ذلك اليوم كانت للرصاص لغة، وأية لغة. شباب من خيرة أبناء الجزائر قرروا وضع نهاية للمقاومة السياسية التي دامت سنوات وسنوات، ورفضوا ما سموه الاستمرار في طريق لا يؤدي إلى المبتغى المنشود. ما فعله الاستعمار في 8 ماي عام 1945 جريمة نكراء بكل المقاييس. طالت الشعب الجزائري الذي رفض الوجود الفرنسي، خاصة بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. أيقن أبناء الحركة الوطنية ساعتها أن فرنسا لا تفهم إلا لغة التصعيد واللهيب في كل شبر من تراب الجزائر. وامتدادا لجلسات تاريخية بين مناضلي الثورة عبر تنظيمات سرية مختلفة، أهمها لقاء 22 من رموز الثورة، تم تكليف 6 أبطال للإشراف على المولود الجديد: مصطفى بن بلعيد، محمد بوضياف، العربي برمهيدي، رابح بيطاط، ديدوش مراد وكريم بلقاسم. اندلعت الثورة واشتد لهيبها في كل مكان، انطلاقا من الأوراس الأشم، ورغم أساليب الاستعمار القمعية والبشعة، اعتقالا وتنكيلا، تعذيبا وتخريبا عبر أسلوب الأرض المحروقة، فإن مشروع الثورة قد انطلق وما كان له ليعود، لأن الشعب قد احتضن ثورته صدقا وعملا، وكان البطل بامتياز، خاصة في البلدات والقرى والمداشر، الأمر الذي جعل الاستعمار يركز ضرباته على الجزائر العميقة ليفصل السند الأكبر للثورة. نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان وتوضيح الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل. بيان أول نوفمبر التاريخي كان الفيصل إذن، لأنه أماط اللثام عن الإخفاقات المتكررة والتي حالت دون تجسيد الأهداف المرجوة بداية من الثلاثينات إلى أواخر الأربعينات. الاستقلال التام وإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية أبرز أهداف البيان، بالإضافة إلى احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني. مضت الثورة بكل عنفوانها ورجالها المخلصين نحو المحطة الأخيرة، حيث أرغمت فرنسا على الانصياع وقبول التفاوض عبر مراحل، إلى أن تم اعترافها رسميا باستقلال البلاد بعد تضحيات جسام ودماء زكية سقى بها الشهداء أرض الجزائر الواسعة. غالبية المراقبين والمؤرخين يرون أن هذه الفترة من الكفاح والنضال كانت الجانب المضيء للثورة ولتاريخ الجزائر عامة، كما أنهم متفقون أيضا في الداخل والخارج على أن الاستقلال الذي أراده الشهداء الأوائل لم يكتمل بعد، بل هناك من يراه مغدورا مخطوفا من قبل شخصيات ركبت الثورة في الرمق الأخير وحالت دون تجسيد أهداف بيان أول نوفمبر المنشودة القائمة على الحريات الأساسية والتمثيل الشعبي الصحيح، إضافة لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء المستقل.
بذلت الحكومة المؤقتة بقيادة بن يوسف بن خدامة في وسعها للحيلولة دون انحراف قطار الثورة عن سكته، لكن الرأي الآخر كان صوته أشد وأقوى سطوة في الانقلاب على الشرعية التاريخية، وبذلك وضعت اللبنة الأولى لانقلابات تكررت في جزائر الاستقلال وحالت دون حكم الشعب بنفسه، وتبخرت الأمال والأحلام في رؤية جزائر حرة تتسع للجميع وبدون استثناء. التقرير للزميل عثمان سابق ينضم إلي هنا في البلاطو في هذه الفقرة من التغطية، الكاتب والصحفي الأستاذ سعد بوعقبة والدكتور إسماعيل معراف الباحث الأكاديمي والجامعي الأستاذ الجامعي أيضا، كما ينضم إلي المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ عمار خبابة والمحامي والناشط الحقوقي والسياسي أيضا الأستاذ مصطفى بوشاشي. أرحب بكم ضيوفي الأعزاء في هذه الفقرة من هذه التغطية. أبدأ معك أستاذ سعد أبو عقبة، لم يأتي نوفمبر من الفراغ، خاصة وأنه تاريخ نوفمبر بعيد جدا على يوم الاحتلال، يعني يوم الاستعمار 1830. ما هي أهم العناوين التي ممكن أن نحفظها ونرددها على الجزائريين من 1830 حتى ثورة نوفمبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية نجم نقول باللي الحرب العالمية الأولى أنهت حكاية تحرير الجزائر بالثورات، كانت خاتمة آخر من ضمن آخر ثورة كانت قبل الحرب العالمية بسنوات. من هنا أيضا طرحت فرنسا مجموعة من القوانين الاندماجية واللي فيها شيء من تحسين ظروف الاندجانة بيسموها، وسماح للسياسيين بالنشاط، وهي عملية تضليلية للجزائريين باللي قضيتكم الوطنية يمكن تحل في إطار المنظومة الفرنسية بترقيتكم إلى مواطنين فرنسيين، أو تحل في إطار المنظومة السياسية ككل. وهنا انعطف الشعب الجزائري قياداته في الوقت ذاك إلى فكرة النضال السياسي، تأسيس الأحزاب ومن العشرينات بدأت تظهر الصدمة السياسية الأولى كانت في 1930 لما احتفلوا بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر ورفعوا شعار باللي الجزائر الآن أصبحت فرنسية ولا يمكن عودتها جزائرية كما كانت مقبل. هذه الصدمة فيقت الجزائريين إلى حد ما، وبلك نشوفوا بعدها حتى في 62 لما أعلن الاستقلال عبد الرحمن عزيز دار الأغنية تاعو اللي كونتر هذه الفكرة باللي الجزائر أصبحت مسيحية فرنسية، طاحت الأغنية اللي تقول لي يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت لي، هو رد مباشر على الحكاية تاع 1930. الحركة السياسية وهنا نشوفوا كيفاه ظهرت في الثلاثينات وفي 28 وفي الثلاثينات حزب الشعب وجمعية العلماء، وقعد النضال حتى 45، النضال السياسي حتى 45. في 45 لما خرجوا في مظاهرة سطيف على أساس نضج سياسي وشاركوا الجزائريين في الحرب العالمية قالوا الاستقلال تاعنا، فرنسا قالت لهم الاستقلال السياسي تاعكم تديوه في فم الكانو، معنى طريق مسدود للحركة السياسية. وجاءت أحداث 1945 اللي تضرب صدمة كبيرة للجزائريين باللي السياسة لا يمكن أن توصل وهنا وقعت الأزمة الحقيقية، الأزمة صح تاع حزب الشعب ممكن وقعت في تاع حركة انتصار الحريات الديمقراطية وقعت فيما بعد في الخمسينات، ولكن الأساس تاعها كان في 45 لأن هذو انتهوا إلى طريق مسدود، وهنا ظهرت حركة الوصول 47 وهي تمرد على السياسيين اللي كانوا يقولوا نحلوا المشكلة في إطار المنظومة الفرنسية.
طيب خليني نكمل لك على الخمسين. وصلت حتى في عشية الجزائريين ولاو يضربوا في بعضهم بالقرم في الشوارع في الخمسينات، في بداية الخمسينات. يعني وضعهم يشبه الوضع الآن. سنة إلى هذه النقطة قبل أن نذهب إليك الدكتور إسماعيل معراف، أرحب أيضا بالجنرال المتقاعد من الجيش الجزائري سيد عبد العزيز مجاهد، هو معي من الجزائر عبر خدمة سكايب. سيد عبد العزيز، يعني قضية القمع اللي كان يمارسه الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، ربما بعض المشاهد تغيب في الإعلام وتغيب حتى على في أذهان الجزائريين الآن، القليل يكتب عن التهجير، التغيير الديموغرافي، التعذيب، قتل الناس، إبادة قبائل وعروج بكاملها في عبر التراب الوطني. ما هي العناوين ممكن أن نعيد طرحها هنا وإحنا نقرأ هذه الحقبة قبل نوفمبر حتى نأتي إلى نوفمبر؟ السلام عليكم ومساء الخير، وتحية لكل المشاهدين نتاعكم، وتحية للإخوة اللي قاعدين معك سليم. إذا حبينا نشوفوا ناخذوا عنوان لهذه الفترة، علينا الرجوع إلى كتاب تاع محمد شريف ساحلي رحمة الله عليه، وعنوان الكتاب ديكولونيزي ليستوار. إحنا للأسف on a pas décolonisé l'histoire, on a pas décolonisé les esprits, on a pas décolonisé la mémoire. كي نتكلموا على الفترة نتاع النضال طويلة من 1830 حتى وصلت لغايتها ومبتغاها في أول نوفمبر 54، للأسف احنا لعل حرفنا ولا حذفنا ولا قصرنا أطراف من التاريخ. لما نتكلموا على رواد الحركة الوطنية، أين عمار عماش؟ وأين راجب بالقاسم؟ وأين أبو دحمد؟ ونتكلموا على نجم شمال إفريقيا ونسينا المؤسس الرئيسي نتاعها وهمشناه، حاجة علي عبد القادر ومحمود لكحل. لماذا؟ لأن للأسف ما عطيناش، ما ارتقيناش إلى مستوى تاريخنا، وما ارتقيناش إلى مستوى تضحيات هذا الملايين من 1830 حتى 1962. ولذلك سي سليم أخويا نعود لازمنا نديروا نقد ذاتي تاع رواحنا ونشوفوا أين قصرنا، أين أخطأنا، وأين انحرفنا. هذه هي الحاجة الوحيدة إذا كان باش نستحقوا التضحيات والنضال تاع شعبنا وكل هذا الملايين تاع الضحايا. لازم نشاهدوا في أنفسنا احنا الأولين باش نصحوا مقاربتنا لتاريخ شعبنا وتضحيات شعبنا. احنا نتكلموا على أول نوفمبر 54. احنا يعني والله أنتم موجودين، كنت اليوم راكم في لندن ولا في باريس سليم؟ ما يهمش، المهم رانا موجودين. لا 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 ومجتمعين، يعني المهم رانا مجتمعين. لا لا وكنا متمنين انك تجي معنا. يعني لا لا واش حبيت نقول لك، يعني كي قلت لك باريس ولا لندن، في لاسومبلي فرونسيز، لاسومبلي ناسيونال فرونسيز، روح شوف سنة 1947. نعم المداخلات نتاع النواب نتاع الام تي ال دي، شوف المداخلات نتاعهم. كاين ناس قمة وناس مناضلين شرفاء يقولوا باللي الثورة الجزائرية الحديثة تاع القرن العشرين بدأت في 45،
ولما تقرا المداخلات نتاع النواب واش اسمه الدكتور لامين دباغين الله يرحمه وخيبر الله يرحمه ودردور الله يرحمه وبوقادوم مسعود الله يرحمه، كي تقرا وتشوف المداخلات نتاعهم شوفها اذا كان ما تلقاش روح البيان تاع اول نوفمبر فيها. اذا علينا نعطيو نرتقيو بمستوى النضالات نتاع شعبنا. احنا لازم نرقيو انفسنا باش نقدروا نشوفوا الروح والفكره والمحتوى نتاعها والغايه تاع كل النضال. وهذا هذا هو الغرض من هذه التغطيه. وكما يعني وكما تعرف هذا كما تعرف سعودي ليك سي عبد العزيز ابقى معايا، راح تبقى معنا خلال هذه الفقره. هذا هو الغرض، يعني نطرحوا الاسئله الحقيقيه حتى نصل الى الاجابات الحقيقيه. ولا ممكن نتوقع من قناه المغاربيه انه تعمل تغطيه على اول نوفمبر كما يعملها التلفزيون الجزائري، يعني هذيك البروباغندا يعني الرخيصه رخيصه الثمن، يعني فعلا اين يتم تغليط الراي العام، ايضا تشويه الحقائق، تغييب الحقائق، تغييب نضالات الرجال وتضحيات الرجال. دكتور إسماعيل، أبقى في نقطة معاناة الشعب، يعني فعلا يعني الصور ونحن نحضر في هذه الحلقة بشعة، لا يمكن تتصور مكان ما الذي كان يحدث بعد 1830. الأرشيف اللي قدرنا نشوفوه يعني من الأرشيف الفرنسي، إبادات وتقطيع، تقطيع والرؤوس، انتهاك أعراض العائلات، تهجير، إبادات لمداشر، يعني كاين أسماء تاع مداشر وأبيدوا من أجل لمصلحة الكولون. تكملة يعني في هذا الموضوع. أنا أشوف في تصوري أنه الثورة الجزائرية لم تكن ثورة عادية، وفي كثير مؤرخين ليسوا جزائريين حتى من الخارج تكلمون من أعظم الثورات تعرفها القرن العشرين. لماذا؟ لأنه طبيعة الاستعمار لم تكن طبيعة عادية. جميل. الاستعمار الفرنسي لم يكن مثل الاستعمار البريطاني والانتدابات التي عرفتها تلك الظاهرة الاستعمارية، انطلقت من القرن الرابع عشر، حتى مش من تقريبا. أنا بالنسبة لي الاستعمار الذي جسد فكرة الإرهاب الحقيقي ضد الشعوب. وأعتقد أيضا بأن يمكن الاستعمار الفرنسي على وجه التحديد كان بشع بدرجة ربما حتى بالنسبة للفرنسيين مؤلمة. ولكن مشكلة أنه الثورة الجزائرية أجهضت، لم تجهض صراحة من طرف المستعمر فقط، ولكن أجهضت من طرف أبناء البلد. المذكرات التي لدينا مثلا عن تاريخ هذه الثورة صراحة هي شحيحة وأيضا موجهة ولم تقدم الحقيقة. أيضا ما هو موفر لنا كأرشيف تكرمت علينا في الدولة الفرنسية. لماذا؟ لأنه ليس هناك صراحة بعد الاستقلال دولة جزائرية تطالب بالأرشيف الحقيقي بالنسبة للثورة الجزائرية. ثم نقطة أخرى مهمة جدا هو أنه بشاعة الاستعمار في اعتقادي أنه أبرزت صورة أخرى، هي أنه الجزائريون كانوا أو الجزائريين عفوا كانوا مصرين على فكرة أن النضال ونضال المسلح، النضال الذي يوصل إلى الاستقلال هو أقرب طريق بالنسبة اللي فهمه المستعمر إلى غديك. أصبحنا الآن ربما مثال وأيقونة بالنسبة لكل الشعوب التي تطالب بالتحرير إلى غديك. نقطة مهمة أخرى أستاذ سليم، هي في دورة الثورة الجزائرية كانت ثورة الإنسان باستحقاق. لماذا؟ لأن لم تكن ثورة عادية، ثورة التي بقت حتى بعد الاستقلال هي عامل موحد بالنسبة للشعب الجزائري. الآن في أي لحظة نكوص أحنا التراجع إلى غديك، لدينا الثورة نعود لها بعد الإسلام، ثورة فقط التي الآن هي لتوحدنا، ولدينا تقريبا إجماع على أن الثورة التحرير هي لجمع الجزائر. لماذا؟ لأن المستعمر لم يستثني أي منطقة وأي تفاصيل في الجزائر، ولم تضربه قوات القمع الفرنسية والاحتلال إلى غديك. نقطة أخرى هو أنه عندما تشوف مثلا أنا تابعت كثير مؤرخين إلى غداك مش جزائريين تكلمون عن بشاعة الاستعمار الفرنسي 130 سنة، تعرف لما تسحبها من تاريخ فرنسا المالي ربما بالانتصارات وإلى غداك، أعتقد أنه يعتبرونها بأنها تقريبا كانت وسمة عار في تاريخ فرنسا. وبالتالي أنه فكرة أن الاعتراف بجرائم فرنسا صعبة بالنسبة للفرنسيين ومثقلة،
وبالتالي انه حتى لما ربما من بعد لما نتكلموا على وانت شكرا انك تكلمت على تغطيه المغاربيه، لان الجزائريين خصوصا الشباب ملوا من الحديث عن الثوره بالطريقه انها ثوره خاليه من العيوب وثوره لا يمكن ان تفتح للنقاش ونعرف اخطائنا الى غداك، لان بالنهايه الثوره هي من صانع البشر وفي كاين اخطاء الى غداك، وهي ثوره بحد ذاتها، وهي ثوره، هي ثوره يعني ثوره. والنقطه الاخيره نقولها فقط انه المستعمر جرب معنا كل الطرق من الإبادة والتشريد وحتى القانون الدولي والأعراف الدولية والمواثيق الدولية. أنا مرة شاركت في أحد في لبنان قلت كل المواثيق تنطبق على الثورة الجزائرية، إذا كانت تكلمنا عن الإبادة فالمستعمر استعمل الإبادة، إذا كان حتى كل القوانين والأعراف الدولية درستها أنا شخصيا شفت بأن كل أفعال الفرنسية ضد تجاه الشعب الجزائري هي مجرمة. سيد عمار في نفس السياق، يعني في نفس سياق بشاعة الاستعمار، يعني حتى لا ننسى ونعرفوا بلي نوفمبر ما جاش هكاك، يعني ما جاش صدفة، لكن كان هناك القمع، كان هناك الظلم، كان هناك احتقار لهذا الشعب، سرقة ممتلكاته، الاعتداء على هويته أيضا، وكانت هناك النضالات أيضا سواء مسلحة ولا سياسية، وجاء نوفمبر كنتيجة كثمرة حتى نركزوا على هذا المفهوم في جرائم الاستعمار. أبقى أتحدث في هذه النقطة. شكرا. هذا السؤال كان توجهه لي أحسن. أنا جاي لك. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. أولا يعني بهذه المناسبة احنا نقف يعني وقفة إجلال و لشهداء الأبرار، لجميع الشهداء يعني منذ 1830 إلى الاستقلال دون استثناء، لأنه مثل ما وهذا ما يحمله سؤالكم أن الثورة التحريرية في اعتقادنا وفي اعتقاد الكثير وأنها تقدر تقول هي الذروة تاع الدالة، ذروة من الجهتين، يعني الذروة من الجهتين، سواء من جهة المستعمر أنه وصل إلى يعني النقطة الأعلى في الإبادة وفي يعني في الاستثمار، وصل إلى القمة يعني، وإن كان مش قمة ولكن إلى الذروة في أساليب الإبادة بمختلف أشكالها. وكذلك النضال الوطني وصل كذلك إلى هذا المستوى، فالمستعمر وصل إلى أعلى ما عنده، والنضال الوطني وصل كذلك إلى هذه النقطة إلى أعلى ما عنده، لأنه كل الثورات السابقة والانتفاضات كانت تنقصها، أولا كانت تنقصها الانتشار، ما كانتش منتشرة عبر ربوع الوطن، وكذلك ما كانش عندها القيادة المركزية. في ثورة التحرير توفرت لها هذه العوامل، العامل الأول وهو أنها يعني أصبحت منتشرة على كامل التراب الوطني، خاصة في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التنظيم، مرحلة التنظيم اللي تبدأ تقدر تقول من سنة 56، وكما قلت يعني لحقت إلى النضال الوطني، وصل إلى النقطة الأعلى في التنظيم وفي كذلك النظرة إلى لخطر كيفاش الثوره كيفاش تنجح. تنجح لما نوصلوا الى الفرز. احنا في 54 يعني وفي البدايات في الارهاصات تاع الثوره لحقنا الى الفرز بين الجاوري والعربي، بين المسلم والكافر، يعني لحقنا للفرز، وهنا تجي الثوره. الثوره كانت في الحقيقه وهذا يعني معروف، هي تغيير جذري للاوضاع اللي كنا عايشينها، سواء على المستوى الاقتصادي والله على المستوى الاجتماعي والله على المستوى الإنساني. وكذلك لما الثورة هي مثل ما هي زبدة، هي تغيير لكل المفاهيم السائدة وحلول مفاهيم أخرى. المواطن الجزائري والإنسان الجزائري كان يعني من درجات في الدرك الأسفل، اقتصاديا اجتماعيا وإنسانيا كان يعني هو وتقريبا الحيوان في نفس المرتبة. والثورة ناضت من أجل تغيير هذه الأوضاع،
ولذلك الكثير منا يقول أنه ثورة الناس اللي شاركت فيها هي الناس الأولى أصحاب النيف، ثم جو أصحاب الحيف، ثم جو أصحاب السيف، خاطر في الأخير لما لحقت الثورة إلى مستوى التنظيم والتأطير ولا أصبح إما أنك تمشي مع الثورة وإما أنك تطبق عليك النظام. في ذلك الوقت كان النظام هو الثورة، كي نقولوا النظام نقصد الثورة، نقصد مجموعة من الأسس والقواعد التي تحكم المجتمع من أجل تحقيق هدف معين. مع الأسف مش هذا هو المنظور الآن للنظام. جميل أستاذ مصطفى، في نفس حتى نخرج من هذا المحور محاور أخرى، الاستعمار الفرنسي ارتكب جرائم كثيرة ويعني بشعة في حق الجزائريين، نذكر هذا دائما في هذه في هذا المحور، والجزائريون رفضوا الاستعمار منذ الوهلة الأولى، يعني كانت الثورات الشعبية وكان النضال السياسي وكان ثورة نوفمبر كثمرة هذا النضال، أيضا استمر في التذكير بهذه العناوين. نعم، أريد أن أقول بأن الاستعمار الفرنسي هو استعمار استيطاني، وفي كل الدول الاستعمارية التي عرفتها البشرية في القرن الحديث لم يكن هناك استعمار أكثر قساوة وتقتيل لسكان منطقة مثل ما كان الاستعمار الفرنسي كان يعتقد. أولا أريد أن أرجع إلى البداية، الذي سهل دخول الاستعمار الفرنسي في 1830 العفو، هو أن الجزائر بعض كثير من الإخوة لا يريدون أن يتحدثوا عن هذه الجزئية التاريخية، كنا مستعمرين من طرف تركيا، وبالتالي لم تكن هناك دولة حكومة جزائرية. هذا الناس غرباء الذين كانوا يحكمون الجزائر باسم أنهم مسلمين مثلنا، ولكن من الناحية السياسية كانوا جسم غريب في الجزائر. أولا سهل دخول الاستعمار الفرنسي، وبعد ذلك هؤلاء الإخوة فروا ووقع التقتيل الجماعي. طبعا الاستعمار، تاريخ الاستعمار الأوروبي سواء كان في إفريقيا أو في أمريكا أو في أي مكان في العالم يعتمد على السلاح، يعتمد على الجيوش ويقوم بالتقتيل والإبادة. الفرنسيين بحكم أن الجزائر قريبة من فرنسا كانوا يعتقدون بأن هذه القطعة ستبقى فرنسية إلى ما لا نهاية التاريخ، وبالتالي عملوا كل شيء من التقتيل والترحيل والتجويع، وهي نوع وكلها تنصب في إبادة الشعب الجزائري في ذلك الوقت. أكثر من ذلك الفقهاء والفلاسفة والقانونيين الفرنسيين الذين تبجحوا في فترة طويلة بفكرة الحقوق والفصل بين السلطات ومبادئ الثورة الفرنسية، أتذكر جيدا بأن توكفيل الذي تحدث بإسهاب وبإعجاب عن نظام الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبأن يعني حياة هذا النظام مؤتمن من طرف سلطة قضائية مستقلة، كان هذا النفس الفقيه يبرر التقتيل الجماعي للجزائريات والجزائريين. إذن يجب نقف عند هذه النقطة، أن الذي سهل دخول الاستعمار هو وجود مستعمر قبل المستعمر الفرنسي. ثانيا بأن الفرنسيين كانوا يعتقدون بأن هذه القطعة ستكون امتداد وليس السلاح فقط والتقتيل الجماعي. كذلك الفلاسفة، وفلاسفة مذكورين في التاريخ الفرنسي وفي الثقافة الفرنسية، كلهم تبرروا. واللي بالنسبة للمشاهدين اللي يحبوا يطالعوا على موقف
النخبة الفرنسية ليس السياسية، الثقافية والحقوقية والفلسفية. يرجعوا إلى كتاب الأستاذة ماحي الزهرة الذي كتبت منذ وهي أستاذة محامية هنا في باريس، كتبت كتاب قيم حول موقف النخبة الفرنسية من التقتيل والإبادة الجماعية للجزائريات والجزائريين. ولكن أريد كذلك، لماذا؟ لأن الحديث عن الأحزاب، الحديث كذلك عن الإخوة الشباب الذين قاموا بالثورة ربي يرحمهم، واللي عاشوا ربي يطول في عمرهم، إلى ما زالوا يحملون هذه النية الصادقة. لماذا؟ لأن في نهاية المطاف يجب أن نقول شيء، الذي حرر الجزائر هو الشعب. لم يكن بالإمكان تحرير الجزائر لولا أن الشعب الجزائري، بن مهيدي رحمه الله قال ارميوا الثورة للشعب هو يتلقفها، ولما تلقف الشعب الجزائري أمكننا من تحرير الجزائر في تلك الفترة. لكن الذي يؤلمني أن نتحدث عن كثير من الرموز والأبطال وننسى بأن التضحية الكبرى وهذه الثورة العظيمة، لأن نقول بلي ثورة عظيمة، علاش؟ لأنها هي التي أوحت للأمم المتحدة بمبدأ قانوني وهو إعلان الأمم المتحدة من أجل تحرير الشعوب، ما يسمى بالقرار 15 14 الجزائر كان عندها تأثير من الناحية السياسية ومن ناحية القانون الدولي كذلك. طيب، لكن في هذه اللحظة اجتمع عنصر الشباب، الرجال بتاع الصح، وتوفر المشروع لوحده، يعني هؤلاء لم يكونوا على إيديولوجية واحدة، أو يعني كل واحد فيهم بمشرب. يعني لماذا لم تتوفر هذه الشروط قبل 1 نوفمبر، خاصة وأنه الأحداث اللي كانت بعد الحرب العالمية الثانية نشطت، يعني وحتى بعد الحرب العالمية الأولى يعني حركت الأمور على المستوى الدولي وأصلاً على تطور الحركة الوطنية. لماذا تأخر اجتماع العنصرين، يعني الشباب الرافض للأمر الواقع والمشروع الموحد؟ هذا الأمر إذا كان سؤال موجه لي، نعم ليك، هذا مربوط بحاجتين. مربوط بمستوى الظلم اللي بلغته فرنسا في ذلك الوقت، ومربوط بالاحتكاك اللي جات به الحرب العالمية الثانية والانفتاح اللي وقع من طرف فرنسا على الجزائريين في الحرب. هنا اجتمعوا العنصرين. والعنصر الثالث هو ارتفاع مستوى البؤس لدى الجزائريين. أنا نتذكر مهمة جدا، أنا نتذكر باللي أنا زدت في عام العراق، كان يسموه سنة 1945 يسموه عام العراق، تحكي عليه أمي الله يرحمها تقول اللي كانوا يلبسوا شكاير، يعني شكاير تاع الخيشة يلبسوهم ويأكلوا الحشيش، ما كاش الخبز تلقود، يعني لأن في المصالح الفرنسية صادرت ما يسمى بالدوك، الإنتاج تاع الحبوب تديه لتمويل الحرب، فكان يأكلوا الحشيش يعني. فالبؤس وصل لمستواه، والسياسيين أحسوا مع شعبهم بهذا البؤس، وهذا عكسته الأزجال الشعبية اللي انتشرت من 45 حتى 54. مثلا نذكر لك واحد منهم، طبعاً زجل مربوط بترحيل الناس اللي ينوضوا ضد فرنسا يديهم الكيان، هذيك الأغنية الحزينة جدا، يا المنفي اللي تبكي، ولا الأغنية الأخرى اللي متعلقة بالفرنسيين اللي الجزائريين اللي يديهم الفرنسيس
يديهم العسكر والله يديهم، لأن الاقتصاد في ذلك كان مبني على الفلاحة، والفلاحة فيها الأرض، واللي يخدم الأرض اللي هو الأبناء، كان رأس مال المواطن الجزائري الفلاح هو ولده، يديه له العسكر ويخليه. فنشرت هذه الأغنية المشهورة، يا ربي سيدي واش عملت أنا وليدي، ربيت بيدي ودته الدولة الرومية. تبكي يعني كيما تاع كيان تبكي. في الخمسينات ظهرت لغة أخرى أكثر ثورية، من جملتها أنا نحفظها، كنت شاب نقرأ في الكتاتيب نكتبوها هنا، كانوا جماعة تاع الحركة الوطنية يدوروا في الدواوير ويحضروا في 51-52، كانوا عندنا يدوروا في زردازة في جبال ويحضروا في الثورة. أغنية تقول يا اللي تحب لأفريك دي نور، شاركنا في الوطنية، دافع ضرب المنصور تاع الدولة الجزائرية، ضربونا خضر وحرير، لاحتوا فرنسا في البير، نوضوا له كبير وصغير، لما لحقناش الحال تلحقوا راه الذرية. مشروع تاع شعب، ماهوش مشروع تاع ثورة تاع جيل ولا هذا الشباب كان يردها، شباب كان كنا نقراوها نتعلموها في الكتاتيب يعني في وهي أسجال. ومن بعد يقول لك فرنسا تعقب في الحياة وتصنع في السيارة في الوقت هذاك، يقولوا فرنسا ولا تصنع رونو وبيجو، وفرنسا تعقب في الحياة وتصنع في السيارات، وإحنا نصنع ضعومات غير من الهم والوزيرية. هذه الأسجال اللي كانت ضد الاستعمار في ذلك الوقت تشبه إلى حد بعيد الأسجال اللي ردوها الناس في الشباب الآن في الملاعب، لا في الملاعب وفي محطات التواصل الاجتماعي. لما تسمع أمثال الأسجال تاع دوبل كانو ولا تاع منصوطيش ولا حزينة حزينة نفسها، معناها تعكس صورة تساوي النظام هذا عند المواطنين نفس الصورة اللي كانت عند المواطنين في 51 بالنسبة للاستعمار. مفارقة يعني، ذكرني بحاجة، أنا ما لم أكن منتبه أنه كانت شعارات بهذا الشكل عند الشباب يعني يردوا فيهم يعني. أقول لك حفظتها، أنا حافظها يعني، وإحنا وكان نعيش نفس الحالة يعني صح. نفس في الموروث الموروث الشعبي تاع الثورة، نور يا نوار ونور في البحير على جيش التحرير جاب لنا تزاير حاجات قبل الموروث الشعبي، لكن يعني موجود هذا الموروث، موجود هذا الحاجات هذاك الامر قبل الثوره. هذه الحاجات اللي فرنسا تعقب في الحياه وتصنع في السيارات، لان هما كانوا يتفاخروا باللي راهم يصنعوا في رونو وبيجو وكذا وكذا، وفعلا يسموها لي زاني دو فول عبال يعني. سليم اسمح لي استاذ، فكانت هذه الحكايه النقاش مفتوح، النقاش مفتوح. طيب انا نقول وعلاش، من هو المسؤول على عدم تقديم الثوره بحقيقتها بهذا الموروث وبهذا الثقل وبهذا العمق وكذا الى غدا؟ هل فعلا انه فقط المستعمر الذي حارب هذا الجزائريين وعذبهم ودمرهم وشردهم وارتكب ضدهم كل الجرائم الى غدا؟ طيب بعد الاستقلال الجزائر استقلت، ولكن من هو المسؤول على تقديم الثورة بشكلها الحقيقي في الإعلام وفي الأدب وفي الفكر وفي الثقافة وحتى في الجانب القانوني إلى غدا؟ أنا نعود نرجع لفكرة مهمة جدا في قضية الثورة. تقريبا أنا نقول بأنه يمكن الجرائم اللي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين خلت حتى ربما كثير من المثقفين وأيضا الكتاب والمؤرخين في العالم العربي إلى غدا يدرسون كل ما حدث في العالم العربي من ثورات وانتفاضات إلى غدا، وصنفوا بأن الجزائر فقط الجزائريين هم فقط الذين تقريبا عملوا ثورة. أدونيس لما استقبل في مصر قال رغم الضغط اللي كان عليه وكذا إلى غدا في برنامج تلفزيوني أنا شاهدته على المباشر، قال بأن الجزائريين فقط اللي قاموا ثورة، أما باقي الشعوب العربية فكان انتداب في وصايا في كذا إلى غدا، وعطى الشروط الحقيقية التي يمكن نسب بها ثورة، وعطى كيف الجزائريين خرجوا من عمق المعاناة وكذا إلى غدك، واستطاعوا أيضا مثل ما قال الأستاذ خبابة في قضية مثل ما كان هذاك الضغط وهذاك الإرهاب نتاع الفرنسيين وكذا إلى غدك، كان أيضا من جهة أخرى نضال مستتر وأيضا ولكن مستميت. أنا نقول مثلا في 1945 كان أنا نقول بداية حقيقية بالنسبة لظهور شعلة الثوران ضد المستعمر الفرنسي، لكن الشعب كان محبط أليس كذلك؟ خليني نعطيك جزئية لكل رد فعل. أنا عندي نقطة دقيقة، لاحظ باللي الأغنية اللي تقول
قولوا لأمي ما تبكيش أنا رايح ما نوليش. هي نفسها اللي يقولها الحراق الآن في البوطي يوم ما سامحيني وهو يغادر. صحيح. نفس الصورة. يعني خطير اليوم سعد. لا 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 نقرأ ندير لك قراءة مانيش خطيرة. في هذه المغاربة. إسقاط 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 مهم جدا. ماشي إسقاط هذه قراءة حقيقية. الشعب كان محبط. والدليل أنه الثورة لم يلتحق بها الشعب يعني في يعني في أسبوعها الأول يعني كان هناك جهد حتى التحق الشعب بهذه الثورة. ما هو سبب إحباط الشعب يعني بالسؤال المطروح يعني؟ إحباط نتاع الشعب من السياسيين مثلا ولا من السياسيين؟ من التجارب. نعم من التجارب. أنت لما تشوف مثلا تاريخ الحركة الوطنية تشوف باللي الشعب وصل إلى قناعة مثلا لما تشوف يعني في الأدبيات تاع الثورة يعني يوصف الحالة تاع الشعب الجزائري أنه بقي وفيا وبقي قريبا من الأبطال تاع المقاومة الأمير عبد القادر بوعمامة والثورات الأخرى الشعبية. شعب يعني بحدثه الحدث تاعو بعبقريته يشوف بلي العمل السياسي لا يؤدي إلى النتيجة فبقي يعني الأستاذ سعد تكلم على الأسجال. الأسجال كانت تمجد ما شفناش يعني أسجال تمجد السياسيين. ملاحظة مهمة هذه. صحيح. نعم. بكل تواضع يعني. ولكنها تمجد المقاومين. وحتى الأعمال الفردية. مثلا لما نسمع مثلا حكايات احنا ما حضرناش ولكن نتكلموا على مثلا هذا بالأزرق وكذا يعني الناس اللي نافقوا الناس اللي ثوروا على المستعمر نتيجة إما معاملة أو نتيجة محاكمة غير عادلة أو مصالح شخصية أو يعني. مثلا يهرب من الخدمة العسكرية فتجد وأنه في الأعراس وفي المناسبات هؤلاء يمجدون وفيهم الناس تقول فيهم حتى أمثلة أيوة والناس تقول فيهم شعر صح وكذلك ما ننساش كذلك المداح القوال نعم دور اللي المواطن يروح مثلا للأسواق ويجد هؤلاء هو تلفزيون العصر هذا أي. صح يروح هو مغاربية هذا العصر انت راك اسمع انت راك تخرب فينا راك تحرك لنا في واحد المواجع واحد المواجع المواجع فلما الناس يروحوا للأسواق ويلقوا المداحين هذا هو المتنفس هذا هو المتنفس فالمداح يتكلم ولا واش يتكلم يتكلم على المقاومة بأشكال مختلفة يتكلم ويمجد كل الثورات في التاريخ يمجد السيد علي ويمجد ويتكلم على ثورات وكأنه يقول للشعب ما عندكمش حل آخر إلا أنكم تحاربون إلى أنكم تظهرون يعني بذكاء ما كانش حديث عن مصاري الحاج ولا على شخصية جمعية العلماء أو الأسجال احنا كانوا يتحدثون عن يعني على الأرض على الواقع على المعاش في الأسجال احنا يا كي تشوف الأسجال تجدها تمجد وتتكلم على المقاومين تتكلم على الشيخ بوعمامة على لكن هذا دون نسيان السياسيين والأحزاب السياسيين السياسيين بالحقيقة لم ما 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 لا هذه النقطة لا لهذه النقطة مرتبطة بالشعب بالذات الشعب بحجره الشعب بالذات لماذا؟ لأن تجربة تاع 8 ماي 45 اللي راح ضحيتها 45 ألف بين سطيف وخراطة وقلبة وسنتين بعد ذلك وقعت الانتخابات المزورة الانتخابات في فرنسا ومع ذلك شاركوا فيها هذه نقطة المعارضة لأن لازم الناس المعارضة شاركت فيها يعني. أي شاركت فيها ولازم الناس تقرأ كتاب عبد الرحمن فارس اللي يشرح تلك الحقبة بإسهاب والحركات السياسية والنواب والعلاقات تاعهم مع فرنسا إذن رغم حتى هناك مقطع وهناك صفحتين ولا اللي في كتاب العفن لمالك بن نبي يحكي على هذه وحتى على الجماعه اللي كانوا في قسنطينه هو اللي قال بوجلول وعلى البوليتيك المصطلح وكان يفرق بين العمل السياسي وانا ذكرتني فقط المقطع اللي يقوله مالك بن نبي كان يحكي على بن جلول وعلى الجماعه وجماعه مصالي كان يقولها مقراو وتعلموا وراح يدخل للانتخابات في آخر شيء طموحه
يكون خدام عند السوبريفي. السوبريفي. فهذه أنا ما ننساهاش في كتاب العفن عند مالك بن نبي رحمه الله. الفكرة لماذا؟ لأن ناس يموتوا فقط لأن بوزيد هذاك الشاب في الصيف اللي ينوضر في الدرابو يقولوا له حط الدرابو، ما يحطش الدرابو يقتلوه. بعد ذلك الإخوة السياسيين روحوا يشاركوا في الانتخابات المزورة كما قال سعد في 47. إذن الشعب بعد تلك الأحداث المؤلمة فهم بأن السياسيين في نهاية المطاف لا يمكن أن يعول عليه. إذن فانتظر فترة في 54 لمجموعة من الشباب اللي طلقوا السياسة وقالوا بأن النية الفرنسية والأدبيات السياسية الفرنسية كلها تقول باللي هذا الأرض ما نخرجوهاش وما يقدر يكون إلا بسلاح. إذا بدأت الثورة. لما بدأت الثورة الناس كانوا ما يصدقوش. الناس اللي كبار كما جدي أنا الوالد ربي يرحمه رفد السلاح في السبعة في 55 الشيوخة في ذلك الوقت في القرية كانوا يقولوا كيفاش هذو يقدروا يحاربوا فرنسا خرجوا فرنسا كاين وصل لي يقول باللي هذا الرعياني يقدروا يخرجوا فرنسا ما يقدروش. أنا قلتها صحيح هذا الرعيان. لما بدأت الحرب حقيقة الانطلاقة وشافوا الهجمات في الأوراس في جورجرا في الشمال القسنطيني الناس حسوا باللي هذه ثورة حقيقية وثورة تاع الشعب ماشي تاع السياسيين. على هذه المرأة اللي تدير الكسرة اللي تدير الطعيمة وتفورها وتخليها واللي تدير أي شيء باش تعاون الثورة. على هذه أنا نقول باللي الثورة هي الثورة تاع الشعب مشي ممكن. لماذا؟ لأن هذه مغالطة كبيرة والإخوة اللي يكتبوا التاريخ والنظام السياسي اللي يكتب التاريخ اللي يسمينا مطارات على الفلاني وعلى الفلتاني وعلى كأن هؤلاء هم الثورة. نعم. اللي دار الثورة حقيقة اللي حرر البلاد هو الشعب الوالد ربي يرحمه. تأكيد اللي واش تقول. نعم. شوف حتى كيفاش خلدت الأسجال حد مجازر سطيف يا حزني على سطايفية ماتوا على حب الحرية. ما قالوش على فلان ولا ما قالوش على حب الحرية. حب الحرية. الوالد لماذا؟ لأن الوالد ربي يرحمه توفى استشهد في 1960 في معركة كبيرة في الشمال القسنطيني. كان يقول الوالدة إذا يحبني ربي ما نشوفش الاستقلال. كثير من كانوا يقولوا قلت له ماشي ممكن تقول الكلام هذا وتخلي لي اربع دراري صغار واش ندير بيهم؟ يقولها خايف نفسد. خايف نفسد الاشكاليه ان اللي ماتوا الله يرحمهم اللي بقاو والاغلبيه مع الاسف ما حافظوش على العهد ما حافظوش على بيان نوفمبر ما حافظوش على الرسالة. إذن دائما تحدثوا على فكرة غنيمة حرب. كثير من الإخوة هذا محور في الساعة الثانية عندي فقط سي مجاهد نعطي له كلمة الآن ثم أنا نعود لكم سي عبد العزيز مجاهد نحكيه في هذه في, 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 في هذه اللحظة يعني أنه النية الصافية وإرادة التغيير رفض الأمر الواقع وحدة المشروع اللي كان في أول نوفمبر ووجود رجال صادقين رايحين التضحية عارفين باللي مش راح تطول بهم الحال وكل الشهداء اللي توفرت شهادات لهم أو كلمات لهم سواء ميروج الله يرحمه أو بن مهيدي الله يرحمه أو اللي بقاو كان وصلنا أنهم كلهم كانوا يعتقدون أنهم مش راحين يبقاو يعني حكاية عام وعامين يستشهدوا يعني ولا واحد فيهم كان عنده طول 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 أمد. ما قولك في هذه في هذه الثلاثية هذه النية الصافية وإرادة رفض الأمر الواقع ثم وحدة المشروع تاع بيان أول نوفمبر؟ تمام سي صالحي عندك الحق وألف حق لما تقول هذا الكلام
وباش نرجعوا باش ناكدوه تاريخيا، روح شوف نراجعوا الندوه، ندوه الاطارات نتاع الحزب اللي اندرت في 1946 في بوزريعه، وخرجوا منها طيارين او موقفين، موقف مع الانتخابات مصالي الاحول ومعيزه، وموقف اخر مع تحضير الثوره لعمر الصديق وطيب بولحروف وعمر ولد حموده. وتاكدت هذه في المؤتمر نتاع 47، وين الحزب عمل على ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول معتمد على التنظيم نتاع حزب الشعب اللي هو كان منع، واعتمد على الامتياز اللي تخلق في نوفمبر 46 باش يدخل الانتخابات، واعتمد على المنظمة الخاصة اللي تقرر إنشائها في 47. إذا رانا نشوفوا باللي في حزب في الحزب أكبر حزب وحزب الأغلبية حزب الشعب الجزائري عمل في السرية، عمل في العلنية، وعمل في التنظيم الخاص، هذا داخليا. أما حتى نرجع لك شوية خارجيا، في الحركة الوطنية احنا البيان تاع الشعب الجزائري تاع 1943، لما على بالك كان هنا معنا في هذاك الوقت وش اسمه مهدي بن برك الله يرحمه، كان هنا لما شاف مع توانا دباغين وفرحة عباس وخيضر وجماعة داروا هذا البيان تاع الشعب الجزائري. روح شوف البيان تاع الشعب المغربي وقتاش ندار، ندار في عام بعد البيان الجزائري. عندك حاجه اخرى باش الفكره تاعك سي سليم؟ لما تقول توحدت الجهود والتوجهات لتحقيق الغايه، شوف الدمج بين الفكره والعمل. الفكرة تاع لامين دباغين في الخطاب تاعو تاع 1947 20 اوت 1947 والهجوم في الشمال القسنطيني تاع زيغود الله يرحمه 20 اوت 1955 هذه هذا الربط بين التواريخ او عنده أهمية. وفي نفس الوقت بوضياف بن بوليد الله يرحمهم في المغرب نسقوا مع الإخوة المغاربة ثوار المغاربة الحقيقيين أمثال المساعدي وعبد الكريم الخطابي باش يقوموا في نفس اليوم. لما قمنا احنا بالعملية في شمال القسنطيني هما لكن داروها في منطقة محدودة محصورة. وأيضا لما نزيدوا نشوفوا في الشرق الجزائري مع الله يرحمه اللي كان منافس تاع بورقيبه بن يوسف بن يوسف صالح بن يوسف صالح بن يوسف. وروح شوف الهجوم المعركه تاع الوشميو تاع الجرف كان تنسيق مع صور التوانسه. شوف حتى بعد ما النظام المخزن مضى الاتفاقية تاع قبل وش اسمه بالاستقلال المحدد لانديبوندونس دون لانديبوندونس، الثوار المغاربة لم يتوقفوا عن الكفاح، كملوا معنا، استمروا 56 و57 حتى 58 جاهم حسن الثاني عملية القمع في الريف في المغرب. إذا علينا يعني باش نقول لك باللي هذه الثورة هذه مستواها عالي راقي راقي أعلى درجة. بعض الإخوة قالوا باللي من أعظم ثورات في العالم، أنا نقول لك باللي أعظم، ماشي من أعظم، أعظم ثورة في العالم. لماذا؟ إذا كانت ثورة فرنسية دارتها طبقة برجوازية، وإذا كانت ثورة الروسية دارتها طبقة العمال، وإذا كانت ثورة صينية دارها حزب وتاع الفيتنام دارها حزب، احنا درنا شعب درناها. احنا باش نتكلموا على 54
لازمنا نرجعوا، قلت لك لل 24 نرجعوا لعمر عماش، اول مؤتمر نتاع وحد العمال نتاع شمال افريقيا عمر عماش الله يرحمه. نجم شمال افريقيا احنا اللي لميناهم. اذا كان عندنا دور ريادي، كان عندنا طليعه، هذه الطليعه المستنيره الملتزمه المؤمنه بقضيتها دمجت الفكر مع العمل. ولذلك اكشفت انت من 54 55 56 كل القوى الوطنية بمختلف مشاربها انضمت للمشروع. يعني شوف الانعطافات والتغييرات اللي داروها الناس، وشوف العظمة تاع الثورة اللي كما قال بعض الإخوة عندك باللي القضية ما كانتش قضية شخصية. مفجري الثورة تنازلوا على قيادة الثورة لمن كان يقول باللي لا أؤمن بالثورة أو لا أؤمن بوجود الأمة الجاية. طيب علينا واضح. نعطيه الثورة هذه. نعم. ومع ذلك سي عبد العزيز المستوى تاعها الحقيقي. نعم. ومع ذلك سي عبد العزيز، الدولة الوطنية التي نشأت بعد الاستقلال في 1962 لا علاقة لها بهذه الروح، روح الثورة، ولا ببيان أول نوفمبر. أشكرك جزيل الشكر الجنرال المتقاعد من الجيش الجزائري سي عبد العزيز مجاهد، ستكون لك معنا مداخلات في غدا يعني خلال هذه التغطية لكي نبحث اليوم، يعني سنبحث بعد الفاصل هذه الجزئية المهمة. لماذا لم تنشأ دولة وطنية في الجزائر تحمل بيان نوفمبر كمشروع، أو يحملها بيان أول نوفمبر كمشروع؟ فاصل ونواصل النقاش.